تقول السائلة: مات زوجها ولها ابن لديه بيت غير البيت الذي توفي فيه الزوج، فهل يجوز لها أن تذهب إلى بيت ابنها وتعيش وتقضي فترة الحداد في بيته؟ يجب عليها البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تكمل العدة، ولا تنتقل عنه إلا إذا كان هناك سبب يقتضي انتقالها، كأن يكون مستأجرا وانتهت مدة الإجرة، أو صاحبه يريد أن تخرج منه يحولها منه. أما إذا كان البيت للميت فإنها تبقى فيه إلى أن تكمل العدة.